الكيش الشاورما. طيب عندي دقيق، زبدة، بيض، لبن، ملح وسكر، المقادير عندي، الحشو، ثوم وشرايح لحمة وبصل، بهارات، ثوم بودر وبصل بودر، زيت، زيتون، ريجانو، ملح وفلفل، فلفل الوان، ثم طحينه، زبادي، كريمه، جبنه موزاريلا. دي اللحمه بتاعتي، بشوي اللحمه بتاعتي الاول من غير اي اضافات. هو بصل جوليان ولا بصل ناعم يا انسة؟ رايك، ما هو بصل، عشان بعد اشوف اللي حصل. هو انا يا حاضر حاضر، ادي البصل اهو، ولا تزعل نفسك. انا غلطت، انا غلطت يا سيدي. صلى على النبي. بقول لي، عايز اعرف انت حطيت لي اللحمه دي على الشوايه. سالوا سؤال حلو وجميل، عشان اقطع اللحمه دي شرايح تطلع معايا حلوه، يا تكون مفرزه يا تكون واخده نص شوى زي كده. ليه بقى؟ بقى ليها شخصيه اهي، تقطع معايا، وفي نفس الوقت باخد الريحه السموكد بتاعها، ريحتها حلوه، ريحه ذكيه جميله، لكن هي كده كده نيه كده. بقى بص بقطعها ازاي رفيعه اهي اهي، كده اضمن اللحمه بتاعتها مش هجيب الميه او الجوز بتاعها، مش هجيب الجوز بتاعها. بصل كتير حلو اهو، وادي بقيه اللحمه. منعت الجوز بتاعها ينزل عشان باكل حاجه جواها. بعد ما جبنا الصينية ودهناها بزبدة او بزيت او بسمنة، وحطينا شوية دقيق سومولينا كده، دي زبادي، كريمة، جبنة موزاريلا، شوية طحينة، سنة ملح، سنة فلفل، شوية زيت زيتون،
ندخلها الفرن ونوطي النار عليها شويه 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 شويه.